هاي 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 ايش كديروا هنا؟ لاباس عليكم العفاريت ها؟ مسخيت كترتوا عليا شوف العوينه مال ديك العوينه ثاني تسدت ثاني مالها؟ مال ديك العوينه ثاني؟ شوف فيه الشيشه شوف شوف فيه الشيشه العفاريت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين اخوان اخواتاتي لاباس عليكم تحياتي لكم جميعا نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شكرا بزاف الناس اللي كيكتبوا لي التعليقات الزوينين وديما كيفرحوني وكيشجعوني الله يجازيكم بخير كما كتشجعوني. بغيت ربي يسهل عليكم بغيت ربي ييسر اموركم تحياتي لكم خاصة من عند القطاط الحسين. شكرا لكم بزاف على التفاعلات وعلى اللايكات ديالكم وعلى البارتاج ديالكم. شجعونا اخوان ما تنساوش تتفرجوا في الفيديو تاع الاخرين ان شاء الله. اليوم فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم كما كتشجعوني حتى ان شاء الله غادي ندير لكم الفيديوهات كبار يكونوا تستافدوا منهم ان شاء الله. وشكرا لكم وتحياتي لكم كما كتشوفوا نخليكم مع الفيديو ان شاء الله. كما كتشوفوا هاي العفيري اباس عليك هذا القط هذا مسكين هذا هو اللي كان تيخاف هذا هو اللي كان جابت لي مو عند الجيران وحطته لي هنا يوم شات مسكينه ولدتها واحد هذا هو العفير بن عز دابو وين تسداتو لقيتو دابا غادي يبدا يقول لاباس لاباس عليك اه لاباس لاباس عليك كما كتشاهدوا معايا يا عشاق القطط تحياتي لكم بزاف راني كنبغيكم بزاف ونقول لكم تحياتي وشكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم على اللايكات ديالكم وشجعونا يا اخوان الله يجزيكم بخير باللايكات ديالكم وصلوا هذا الفيديو لواحد 20 لايك بعدا وش التعليقات يكونوا مزيانين كما كانوا الحمد لله نقبل بهم وراني كنقرا التعليقات ديالكم كاملين ما كنكونش مسري داك الشيء ما كنطلعش على التعليقات بالزربه وشكرا لكم مرحبا بكم في نقال القطط كيف ما كتشاهدوا معايا ها هما هادو مشمسين واحد المشيشة واحد النوع نادر مالك ديك الفم تاني عندنا الفم تاني مالك انت بلا فويم مالك انت بلا فويم انت بلا فويم انت بلا فويم مالك هاي 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 على الفويم اوي لاباس عليك واحد العفيريت تا هو في الناس هاي 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 اش كدير هنا مالك عينة تاني عاوتاني واش انا كما كتشوف انا ديما كنتخاصم مع القطط ديما كنلعب معاهم ونضحك معاهم ونخاصمهم مساكن طما كيبغوا لي يخاصمهم لي يلعب معاهم كيفرحوا واحد العفيريت حتى هي يا امل كما قالوا معايا مسكين هذا العين مسكين شويه ضراتو دابا ان شاء الله ندير لي عاوتاني بومادا وغترجع عليها عيني زوينه ان شاء الله عندنا واحد الخوين زاد تا هي هيا هنا العفيريتة هيا نهزات نهزي العفيريتة هي 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 اش كدير هنا اش كديري كيما كيف ما كتشاهدوا معايا يا الحباب يا مشاهدينا وفيا هاهما كيلعبوا دابا سيرين كيضحكوا مع راساتهم الخوت ها هما دابا كيلعبوا باش عارفوا ما ناشطين شبعانين وما خاصهم حتى خير البويضه هي البويضه هي كدير كديك كتوضا كتغسل كتنقي حويلتها كتنقي حالتك العفريته مبارك شنو تغسل الله يرضي عليك صافي شحال البسالات هادو احنا البسالات ولينا كنديرو هنا هاهما كيفاش كيك كيف ما كتشاهدوا معايا راهما كيلعبوا تشاهدوا معايا هاهما مساكن كيلعبوا دابا كنتمنى اخوان اخواتات الله يجازيكم بخير اللي كيعجبوا الفيديوهات ديالي يتفرج فيهم حتى الاخر واخا نكثر عليكم شويه غير بحال تعاونتوا معايا وصافي واخا الفيديو ما يعجبكمش تفرجوا فيه حتى النهايه ان شاء الله باش يطلع باش حنا نبداو نضربوا 100000 60000 ما كرهناش قوس يجي داك النهار نضربوا 100000
ايوا شحال كنضربوا دابا كاع 20 مشاهده في 24 ساعه اش هو هادشي هذا حشومه كاع القناه يلاه بدات كضرب 20 مشاهده في 24 ساعه حنا 24 مشاهده شنو هي القطط راه مقلقين منكم قالوا لك 20 مشاهده راه ما دايره والو ويلي حشومه كاع القناه عندها 6 سنين وكتضرب 20 مشاهده شي معقول هذا شي ماشي معقول تكلي انا الحوينه ثاني صافي خليها خليها صافي تبي شي شا اي عارفين دابا كنضحك معاهم انا دابا انا باش عليك لا انا دابا كاين فريده هو ديك خصني شوية هذيك العينه خصني ندير شوية البوماده هذيك العينه لانه خصني ندير شوية البوماده تحمرات ليا مسكينة عما كرتش مسالي مسكينة خصني ندير شوية البومادة تاني هاي المبروزة لاباس عليك شكل وجهها مسلوق شكل وجهها مسلوق ها وجهها مسلوق شنو مالو هذيك وجهها مسلوق هذيك وجهها مسلوق هي وجهها مسلوقات هذيك وجهها مسلوقات هذيك وجهها مسلوقات هنا وجهها مسلوق هنا وجهها مسلوق هاي 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 اش هادشي هاي 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 مسلوق قطة الشيريز ها هي مشالو معايا شوف 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 واحد في الناس لهي المهم راه الخير موجود العصابة فرقة الكرة تبارك الله راه شي 16 مع 17 راه ما ياكلو تبارك الله هاي 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 لاباس عليكم كتلعبوا كتلعبوا العفاريت هاي 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 شي شهاية أخرى هي لهي مالك ثاني مالك 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 مع الوليد مالك مالك معاه مع الوليد فين طلع فين مشى طلع تحياتي خاص للمتابعين وفيا المتابعين الاعزاز كنشكركم من هذا المبرر كنقول لكم شكرا لكم بزاف على ما عمري ما غنسى داكشي اللي كديروا معايا على الفيديوهات وكتشجعوني باش ندير الجديد انسان ملي كيلقى شي انسان اخر كيشجعو راه كيبدا يفكر في حوايج اخرين وكيبدا يطور في راسو داكشي علاش انتم بغيناكم تشجعونا وتوصلونا وصلوا هذا الفيديو ل 20 لايك 20 لايك الله يجعل البركه كنطلبوا شي حاجه كثيره هاي انا هادشي نهار نصبحوا نلقاو فيديو طلع علينا ان شاء الله على 60000 ولا 40000 الله يجعل البركه نخليهم مع بعدا كاين باش نصرفوا عليهم مساكن راه هما كيبغوا مصاريف كثيره ماشي الحقيقه راه ما كانوش عندي بزاف كانت عندي وحده شحال هادي بحال هادي كانت عندي هي الوليده الوحيده بحال هادي كانت عندي هي اللي حطت لي هاد العصابه كلها الشيء علاش الانسان كنصحو الا بغى يربي القطه يربي القط انت ربيت القطه غادي تكرفس القطه كتولد وكتزيد تولد وكتعرم بالوليدات ما كاينلاش بنادم يربي القطه حيت القطه مسكينه كتولد وكت ولادها كيتكرفسوا حتى اللي مربيها كيتكرفس وتيجيو لها كثار القطات والقطه التربيه ديالهم راه صعاب ماشي ساهلين تربيتهم راه صعيبه شويه ما عندك الجهد وعندك الفرصه وعندك ماشي سهله الحمد لله عندهم هذا الكراج مسمش بعدا راه كيتشمشوا فيه كيف ما كتشاهدوا معايا قطيطه العفيريت راه هي لهي كيف ما وعدتكم راني كندير الفيديو على قبلكم نتوما باش تشوفوا القطط الصغار فين وصلوا هما الحمد لله بالصحه جيده الحمد لله بفضل ديال الله وفضلكم نتوما اللي كتشجعونا بالجديد كتشجعونا وكتدفعوني باش ندير لكم الجديد كنشكركم من هذا المبرر كنقول لكم شكرا درتو الخير ربي يخلصكم درتو الخير في هذه المخلوقات شجعتوني تانا نتهلا فيهم راه تانتوما راكم كتساهم
كتساهموا معايا حتى نتوما كديروا الخير حتى نتوما كاع الناس اللي كيتفرجوا فيه كيديروا اللايك وكيديروا التعليق راه حتى هما نتوما مساهمين معايا بالخير. كنشكركم بزاف كنشكركم وكنضرب لكم موعد ان شاء الله في الفيديو الجديد في الفيديو الجاي ان شاء الله. وكيف ما كتشاهدوا معايا هما مساكن كيلعبوا دابا هنايا هما يا العفاريتات لاباس عليك هيا وتبارك الله عليكم. ما تنساوش يا اخوان الله يجزاكم بخير تفرجوا في الفيديو حتى الاخر وديروا لايك والتعليق كيما يبغى يكون. انا كنفضل لكم بزاف على شي وحدين وشكرا لكم بزاف وتبارك الله عليكم. موعدنا في الفيديو ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.